الصديق قبل الطريق. زمان كنت بسمع الجملة دي وعمري ما فهمتها ولا أدركت معناها، ما فهمتهاش إلا بعد ما خدتني الدنيا جواها وعصرتني. عرفت إن الطريق مش المقصود بيه طريق السفر، لا، الطريق هو طريق العمر، طريق رحلة الحياة اللي اتكتب علينا نمشيها، لكن ربنا ساب لنا الاختيار في إننا نمشي فين ومع مين. قولي مين صحابك، مين أجدع واحد فيهم، مين أطيب واحد فيهم؟ فاكر صحاب ثانوي والجامعة؟ مين صديق عمرك؟ الصديق كلمة كبيرة قوي. الصديق من الصدق، صديقك من صدقك، وتعرف صدق صديقك وقت الشدة، وتعرف وفاؤه لما تحتاجه، وتعرف معدنه لما تغيب شهور وترجع تلاقيه بنفس الحب والود ما تغيرش. أبو بكر الصديق من كتر صدقه ووفائه في حب النبي سماه النبي الصديق. الحياة كلها طرق، طرق خير وشر، بهجة وحزن، سند وخزلان، واحنا اللي بنختار، احنا اللي بنختار صحبتنا اللي هتوجهنا للطريق. الصحبة هي رأس مالك وقوتك، نقطة ضعفك وقوعك. الصحبة الحلوة اللي ايدك في ايديهم هم اشارات ربنا ليك في الارض، بيكونوا سندك وظهرك، يشدوك للخير والنجاح، عزوتك وناسك، عكازك يوم رجلك ترفض تشيلك. بيقولوا ان الحياة السعيدة عيلة وأولاد وأكل عيش حلال ومشروع ونجاح، وأنا بضيف ليهم وصاحب جدع ما يغيروش الزمن. بيقول سيدنا عمر بن الخطاب لم يبقى من حلاوة الدنيا إلا ثلاثة أشياء: ذكر الله، ولقاء الأصدقاء، وقيام ليلة بين يدي الله. مفيش أجمل من أن يكون لك صديق في الحياة، ولما نزعل أو نختلف نفوت لبعض ونسامح بعض. الصحبة الحلوة مش هم اللي معاك في وقت فرحك ونجاحك وبس، مش رحلة حلوة وحبة فرفشة، الصحبة هي اللي تشاور لك على الصح فين، يشدوك من إيدك في طريق سالك آخر نور، هم اللي يدوك نصيحة من القلب وكلمة طيبة في وقت حاجتك، دمعة تشاركك في وقت حزنك وضحكة صافية في وقت فرحك. صاحب اللي يقربك من ربنا، واوعى صاحب اللي يبعدك عن ربنا. ثلاث حاجات كبيرة بيأثر فيها الصديق: علاقتك بربك، علاقتك بأهلك، علاقتك بالنجاح في الحياة. قولي مين صحابك أقولك هتقرب من ربنا ولا لأ، قولي مين صحابك أقولك علاقتك بأهلك حلوة ولا لأ، قولي مين صحابك أقولك هتنجح في الحياة ولا لأ. فامسك في صحابك وحافظ عليهم مهما ضرب بيك الأيام. شكرا، إلى اللقاء.